واش الرياض صباح الخير عليكم. تصابق شي مزيان ان شاء الله في هذا الفيديو هذا. غتشوفوا معنا بيان سور الطبيعه هذه الفطور ديالنا هو راه باقي كيوجد براج ديال مولاي عبد الله بلاك باص. نتفرجوا اليوم ان شاء الله. ينط الشوز الى بديت تصيد على البلاك ديما سير في النهار اللي فيه الريح وفيه العجاج وفيه الشتاء. في هذيك الوقت بالضبط كيكون البلاك اكتيف، بالعكس ديال النهار اللي كيكون سخون والجو واقف ما كيكونش اكتيف بزاف. ملي كتكون كتصيد بالسوبل خاصك ضروري الانيماسيون اللي هي خفيفه وخفيفه بزاف باش تزعم البلاك سورتو لي غروس بيسيمان، حيت قراو الشينويه واحد شويه عرفوا لي لور شنو هما، عرفوا السينكو عرفوا هادي. دونك خاصك تبدل لهم شويه في الانيماسيون، تبدل لهم شويه في لي لور ضروري. من الصباح حتى لدابا تقريبا ضربت شي 5 ولا 6 ديال لي بريز. ساهل باش تشد البلاك باص ولكن خاصها تخدم عقلك، تمشي بشويه ما تعصبش، ماشي بحال السيرف كاستينغ ولا بيلوطا ولا سبينينغ ديال البحر. شويه ديفيرون مي تخدمها الدماغ ديالك واحد شويه وتكونسونطراو شويه عليك ويكون خير. Yes! BBC!
دونك الاخوان وصلنا للاخر ديال الفيديو ديال هذه الخرجه. كانت خرجه زعما صراحه واعره بزاف. تفرجنا فيها مزيان على البلاك. هادو هما لي غروس بريز. هذا هو البرج ديال مولاي عبد الله. هذا علاش كنناديو وكنطلبوا من الاخوان كاملين يحافظوا على البلاك باس ويديروا نوكيل، حيتاش كل ما كانش النوكيل ما غنوصلوش لهاد لي طاي هادو. نتشوفوا في الحلقه الجايه ان شاء الله، تريب جديد، فيديو جديد. تشاو.